في صورة جديدة من صور النهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية، أخذت ميليشيات الحوثي مؤخرا أكثر من 30 سيارة إسعاف تابعة للمستشفى العسكري بصنعاء، وقامت بنقلها إلى محافظة صعدة معقلها الرئيسي. عملية النهب الواسعة التي قامت بها الميليشيات في المستشفى والمتمثلة بسيارة الإسعاف لم تكن الوحيدة، بل قامت بنهب عدد من الأصول الأخرى للمستشفى والتي قدمتها مختلف المنظمات الدولية كدعم للمستشفى خلال فترة الحرب. نراها من زاوية مختلفة، كون جماعة الحوثي فعليا ترهق اليمن من الناحية الطبية وتحاول تكبير الأزمة الصحية في اليمن، ولكن رؤيتنا الأساسية بأن جماعة الحوثي سوف تستخدم هذه السيارات وتسلمها إلى جماعة القاعدة وداعش التي لا زالت متواجدة داخل اليمن من أجل تنفيذ عمليات انتحارية، خصوصا بعد قيام جماعة الحوثي بإطلاق مجموعة من قيادات جماعة المطلوبين الإرهابيين. الحوثيون قاموا بتعطيل عدد من الأقسام في المستشفى حتى لا يستفيد منه بقية المرضى من المدنيين، وخصوصا من أبناء القوات المسلحة وأقربائهم. باب الدخول إلى المستشفى يحتاج إلى وساطة كبيرة ومعاملة، ولا يتمكن من الحصول على خدماته الطبية إلا أولو القربى من الميليشيات وأعوانهم. آخر ما سمعناه أنها نهبت أكثر من 30 سيارة إسعاف، والذي نتيقن منه أنها ستستخدم في غير سياقاتها التي صنعت من أجله. الإسعاف وجد لخدمة المواطنين، لخدمة الأوضاع الطارئة. ميليشيات الحوثي اليوم قد تستخدمها في نقل شخصياتهم، في نقل معداتهم العسكرية من أسلحة، فلا تستبعد. لا تكتفي الميليشيات بنهب سيارات الإسعاف، بل نهبت الأدوية ذات القيمة المرتفعة والمخصصة للأمراض المزمنة، والتي تصل كلفتها في الصيدليات الخارجية إلى مبالغ باهظة جدا لا يستطيع المواطنون في ظل هذه الظروف شراؤها. إذن هي مرحلة جديدة من اللصوصية والنهب تمارسها الميليشيات الحوثية، والتي تمثلت بنهب أكثر من 30 سيارة إسعاف من المستشفى العسكري في صنعاء وإرسالها إلى محافظة صعدة لتمكن القيادات الحوثية من التنقل بحرية. مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن.